السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنتكلموا لكم على واحد لانستالاسيون اللي كدار ماشي في جميع الديور وماشي في جميع الفيلات، يعني دوك الفيلات اللي كيكونوا كبارين بزاف، ماشي البيتي فيلا او الدار اللي هي كيقول كيسميوها الناس روتور سانيتير. يعني انا غنشرح لكم دابا كيفاش دايرين باش تفهموا هذه الفيلا شنو فيها. بعدا فيها هذا الحمام، هذا فيها هنا بلاصه الدوش، لافابو، فيها تما جاكوزي يقدر يكون تحت البرانشمون ديالي، يقدر ما يكونش درنا واحد الماء تما. هنا غتكون واحد الطواليت سيسبوندي ميتيجرون كاسترابل. هنايا جوج لي فاسك، هنا كيما غتشوفوا معايا ها هي واحد الجعبه ديال الريتور، وهذه الجعبه اللي جايبه لنا السخون. عاد غنديروا لها ريفيد الماء البارد. عندنا هذا الحمام، هذا راه المساحه كبيره ديال الفيلا هذه، كما كتشوفوا الفيلات اللي كاين هنا كاملين هكا دايرين بحال هذا الشكل. هذا هذه جايه كبيره عليهم، هذه جايه في الشوكه، فيها اربعه الحمامات، الحمام الاول، هذا الحمام الثاني هنايا، حتى هو حنا غنشوفوا الروتور سانيتير ديالو نتاع الماء السخون، وهذا الحمام الثالث، هذا الحمام الثالث هنايا حتى هو مازال ما تخدمش الدوش، طواسي سبوندي ولافابو، هذا وهذا بحال يعني بحال الخدمه ديالو. وها الحمام الرابع. دابا عندنا فهاد الاشكال فهاد الحفاظ الخدمه هادي، حنا هنايا حنا كنطويو بعد هاد الشيء. هذا دائما في الخدمه ديالنا نطوياج باش كتبان الخدمه وحتى البياس كيبقاو باينين. هنا عندنا الدوش، هنا تكون طويت سيسبوندي، وهنا واحد الموبل، حنا طراسينا هنايا، هنا غير تبنا واحد الحيط على حساب الطواليت، غير تبنا غير دوبل الحيط باش ميبقاش هاد الدرس. هذا هنا جبنا طلعناهم من هنايا، هادو هاد البارد هذا السخون لي جيم سولير والروتور ديالها. دابا عاد غنشرح لكم هاد الطريقة هادي وفوقاش كنخدمو بهاد الروتور سانيتير، خليكم معنا. كيما شفتو معنا فهاد الحماحم هادو، كيما قلت لكم كاين ربعة في الطبقة الفوقانية، يعني في برومي طاج، وكاينين جوج حماحم في ريتشوسي زائد الكوزينة، وكاملين بعدين، وزائد في لاكاف كاين واحد الحمام تمايا، كاين حمام واقيلا وحمام وطواليت، زائد حمام بلدي. المهم حنا كنهضرو بالنسبة للحمامات. بالنسبة حنا دابا هادي في هاد الفيديو هذا بغيت نشرح لكم هاد الإيجابيات والسلبيات ديال هاد الريتور سانيتير اللي كنسمعو عليه، حتى شحال هذا باش نشرح لكم شنو هو هاد الريتور سانيتير. دابا شحال من واحد كيجي عندك البلومبي كيهضر معاك كيقول لك راه غندوز كلانستالاسيون وغندير لك الماء السخون يبقى يجيك بالزربة، يعني غتبقى تدخل للحمام غتبقى تمشي للافابو تطلق الماء السخون يبقى يجيك بالزربة، أنت كيعجبك الحال، ولكن ما كتعرفش بأن راه خصك دير شي حاجات أخرين اللي غتشوفهم دابا انت في هذا الفيديو هذا، واش غتلقى راسك واش باغي محتاجهم ولا محتاجهمش. بالنسبه ليا انا نهضر في هذا الفيديو بالنسبه ليا، وكل واحد كما قلت لكم كل واحد كيبقى مسؤول على الاختيار ديالو. نهضر لكم على الايجابيات كما قلت لكم تاع الروتور دو لوشو سانيتير او لو بوكلاج، السميه الحقيقيه ديالو لو بوكلاج دو لوشو سانيتير، هذا هو السميه الحقيقيه ديالو او لو مو تكنيك ديالو. هو كما قلت لكم كتطلق الماء السخون كيجيك كتلقاه واجد، يعني ما كيديش واحد الوقت بزاف كتلقى عندك الماء السخون، ولكن باش دير العمليه هذه راه كاين عندها واحد الشروط، اللي هي انك خصك دير واحد لابوم سيركيلاتور، زائد ان يكون عندك بانو سولير، يعني تكون عندك الطاقه الشمس تسخين الطاقه الشمسيه من الاحسن، اولا تكون عندك الشودير. اما باش تقول دير شوفوض الغاز عادي ودير بهذه العمليه ما يمكنش، زائد انك الا بغيتي دير الخدمه في لينور راه باقي غندير لكم واحد الشيما باش نشرح لكم، هو كدير واحد البالون ستوكاج باش كتكون دائما كتركيبيري عندك واحد كتكون مثلا عندك واحد الطاقة شمسية واحد البالون الطاقة شمسية نتاع 300 تيترو وكتزيد واحد البالون ستوكاج تاع 500 تيترو باش كتكون عندك على حساب عندك الإقبال بزاف على الماء السخون بالليل كتلقى عندك دايما الريزيرف كاين. النقطة كيما قلت لكم على هاد القضية هادي، هادشي اللي خاصنا إلا بغيتي تخدم هاد الروتور سانيتير. حنا دابا حاليا غنهضرو لكم في هاد لانستالاسيون ديال هاد الفيلا هادي اللي دوزت الحماحم ديالها كاملين بالروتور سانيتير. حنا غنخليكم دايما نقولو هاد الكلمة نتاع الروتور سانيتير باش كلشي يفهمنا. كيما كتشوفو معايا هنايا هو الدوش، هذا بلاصه الدوش بلاصه الميلونجور، هذا السخون، يعني غنبقى نطلق ملي غنخدم الشوفه بروتو سانيتير غيبقى نطلق الماء السخون يبقى يجيني دغيا. هنا كاين الطواسي سبوندي زائد كاين هنا الدوشي ديال الطاره تاهي غنبقى نطلقها غنبقى نلقى الماء السخون. وهنا عندنا لافابو حتى هو غنديرو كنطلق غنبقى نطلق الماء غنبقى نلقى السخون، يعني كيما الخدمه هنايا كيما الخدمه في جميع الحماحم اللي كاينين في الطبقه او لتحت، يعني في هاد الفيلا اون جينيرال. دابا هنا غنوريكم واحد هاد لي روبيضا اللي درناهم هنايا، درناهم على حساب تحت لافابو باش ما يجيوش باينين، كنحاولو نكاشيوهم وغنقول لكم كل واحد الدور ديالو. هاد الروبيضاري هذا غادي ندير ريفي ديال الماء البارد اللي جايب لنا الماء البارد ديال الحمام، دوزينا لا ريفي بال 25 وعاد فرقناها بال 20. عندنا هنايا
هاد جوج لي روبين داري، هذا اللي جاي من المنطقة الشمسية، جايبينو بالفانتسانك، جا من هنا من الفوق، ها هو هبط هنايا، انت غتشوف، راه منين جا هبط ها هو هذا الفانتسانك، راه تشوفو هادي كيبان لكم الفرق، مشينا بها، ما دخلتهاش لهنا، جبتها ودخلتها بحدا الدوش، باش عطيت الروبين تاع الدوش عاد غدخل لافابو، هاي حسبو معايا كاين دابا هاد البلاصة لي غير مزال تكون الدوش ديال الطهارة، الما السخونة غيبقى يمشي. غيدوز هنا ما درناش كود وحبسنا زدنا عطينا هنايا هادي وزدنا هاد الروبين داري، هاد الروبين داري هذا هو الريتور سانيتير، يعني الريتور سانيتير كيبدا من هذا هاد الروبين هذا وانت غادي، يعني من هنا لله، يعني كنخدمو بال 20 دائما، الريتور سانيتير ما يتخدمش بالديامتر كبير، دائما خدمو بالديامتر صغير، في حالة ما انك خدمتي بالريتور سانيتير خدم بالديامتر صغير، ما ديرش ديامتر كبير، دائما خليه هو ال 20 هو يعني اقل ديامتر، والاخر كتخدمو بال 25، دائما كنخدمو حنا بال 25 بالنسبة للخدمة باش كيكون دائما متضيع الماء ما كيكونش بزاف. كنمشيو حتى هو طلعنا بها للفوق. كاينه واحد النقطه اخرى اللي غادي نقولها في هذه الخدمه هذه تاع ريتو سانتر، كتضيع السلعه بزاف، يعني هذه الجعبه هذه هاد روبين داري مع هذه الجعبه هذه راه زايده، هاد روبين داري اش دايروا هنايا على خاطر بعض المرات كتلقى دابا انا عندي الطاقه الشمسيه تكون فوق من هنايا، يعني الماء السخون هنا قريب لنا، يعني ما يضيعش بزاف الماء، يعني الا ضاع واحد 4 لتر و5 لتر وكاع الماء الا ضاع راه كتكون انت راه كتدخل كتدخل حاجهكم الطوالات كتلقى الطوالات كتبرك على لاشاس كيهبط الماء راك ضيعتي السيترو، يعني كاين اللي غيقول لي غضيع الماء داك الماء ما خصوش يضيع، ولكن حنا راه كنقولوا هاد ريتور سانيتير راه التعريف ديالو بالدارجه ديالنا هو راك ضيع الطاقه الحراريه والطاقه الكهربائيه. تقول لي كيفاش تش الطاقه الحراريه كيف ملي كتطلق لك ملي كتخدم السيركولاتور كتبقى تدور لك الماء كتستوكا، داك الستوكاج شنو كيوقع بحال دابا في الحراره في الحراره كتولي كتكون عندك طوباتو طالعه مزيان، يعني كتوصل 70 دوغري مثلا، انت كتكون ديال الترموس طايله 50 دوغري، ديك 50 دوغري ممكن ما كتقدرش تلاشي يعني ما كديماريش، اوكي حنا كنحتاجوها بزاف هاد الريتور سانيتير كنحتاجوها في البرد. البرد شنو كيوقع؟ هو ان الطوباتو ما كطلعناش 70 كتبقى ما بين 50 55 هذا هو الماكسيموم غالبا بالطاقه الشمسيه، كتولي البومبه كديماري كتبقى تدور لك الماء وفي نفس الوقت كيبقى يبرد. الترموستات اللي كتكون واحد الترموستات ابلي كتكون في البالون ستوكاج اولا كتكون لاصقه على البومبا اللي كتعبر لك السخونيه شحال كاينه في السيركوي، هذيك كتعطي كيبان ملي كتشوف الماء برد خاصها ديماري، الا كنتي بالليل راه ضروري غتبقى ديماري فاش كتبقى تلاشي السخونيه، واخا انت ما تستعملش الماء السخون كيتلاشى السخونيه في الجعاب، واخا كدير له لا مافليكس راه ضروري غادي تضيع، كتولي هي خاصها ديماري، انت ضيعتي كضيع الضوء في نفس الوقت كيولي كتمشي لك الحراره، في نفس الوقت انت ضيعتي الضوء وفي نفس الوقت ان ديك الطاقه الشمسيه ما تبقاش تسخن، ما عندهاش باش تسخن الشمس بالليل، ما كايناش الشمس، غتولي تسخن لك الماء بالضوء بالكهرباء، يا اما الطاقه الشمسيه يا اما البالون ستوكاج على حسب فين انت غتكون داير فين غتكون داير ريزيستونس ديالك، وغالبا كتكون خدامه ديال الطاقه الشمسيه باش هو اللي كيسخن، باش هو اللي دائما كيخدم من هذيك الخدمه الثانيه كيكمل. كما قلت لكم هذو هما المساوئ ديالها والتعريف ديالها هو الضياع تاع الطاقه الحراريه والطاقه الكهربائيه. هنا في لانستالاسيون ديال الدور الصغار دار صغيرة أو فيلا صغيرة ما كنحتاجولهاش، كيكون داك السيركوي كيما قلت لكم قريب والخدمات غدا كيجي الماء السخون ما كاين لاش علاش خصك دير ضروري خصك دير واحد لوكال تكنيك فين دير فين تستوكي الماء. وكاين نقطة أخرى اللي كيديروها بزاف الناس هو أنه كيدير كيخدمو مثلا أغلبية كيخدمو بالطابلو ديال الريتيب، كيشد الطابلو كيجمع فيه الحمام كاملين كيعطي فيهم الماء السخون ديالو، كيجي الماء السخون كيبقى يفرق الحمام كاملين، والماء السخون منين كيجي ما كيجيبوش من الطاقه الشمسيه المباشره، كيجيبو من لوكال تكنيك. لوكال تكنيك فين عندو؟ عندو لتحت، مع العلم حنا عندنا خدمه بزاف د الحمام كتكون عندنا في البروميطاج ماشي في ريت شوسي وماشي في لاكاف، يعني كتولي خارج عندكم الطاقه الشمسيه مثلا ب 60 دوغري، على ما توصل حتى لوكال تكنيك ودخل لك الطابلو ومن الطابلو تعاود ترجع كتلقى مشاتك واحد 20 دوغري، دي يعني دائما عندك السيركولاتور خدام، يعني اي واحد كنصحو خدام عنده فيلا بحال هكا كبيره ولا فيلا صغيره بغيتي تخدمها ديال التوصيلات كيبقى لك حتى الاختيار، دائما حاول تخدم في السطح، دائما يكون لوكال تكنيك عندك في السطح، تما يكون عندك البالون والطاقه الشمسيه كتعطي البالون من البالون تما كيفرق لك، بعدا كتبدا بالحمام الفوقاني هو الاولى، الحمام التحتاني راك ساس السيركولاتور ما كتخدمش عليه بزاف، وتقدر كاع ما تستعملش تولي كتدير لي روبين داري وتولي خدام مزيان. هادي هي هذا هو التعريف كما قلت لكم، انت الريتور سانيتير حتى لاحظت بعض الناس فاش كنت كنوريهم لانستالاسيون فاش كنخدم كيقول لك علاش ما درتيش الريتور سانيتير، دابا في هذا الفيديو هذا تعمدت انني خليت تنكون خدام شي خدمه اللي كنديروا في الريتور سانيتير، وكما قلت لكم نحاول ندير لكم هاد الشيما ونعطيكم داكشي تشوفوه مباشره كيفاش كيكون لانستالاسيون ديالو، يعني كتكون الطاقه الشمسيه عندك هنايا، يكون البالون ستوكاج حداها
طاقه شمسيه بقيت كدور لك الماء السخون اللي في البالون ستوكاج، خصكم تعرفوا بعدا الشيمون تاع البالون كيفاش كيخدم، كدورو وعاد ديبار والروتور كيكونوا خارجين اللي غاديين عند لانستالاسيون ديال الحمامات واحد لابوم سيركيلاتور. لابوم سيركيلاتور كيما قلت لك ضروري الا بغيتي في هذه العمليه هذه خصك لابوم سيركيلاتور. دائما اذا نسيت شي حاجه نحاول نفكرها نعاود نقولها لكم، ودائما اللي عنده اي تساؤل ولا اي استفسار خلونا في لي كومونتير باش كلشي كيستافد. حنا الحمد لله كاملين كنستافدوا وكاملين مازالين كنتعلموا. نحاولوا كنحاولوا ننبهوا لواحد الحاجه، علاش كنطيحوا بين قوسين؟ كاينين واحد النوع اللي كيبغي غير يفهم، ولكن من الطريقه اللي كيبغي يفهم بها كيبين بانه راه محدود. يعني كيما في التعلم خدم واحد لانستالاسيون كيخدمها بالروتيب، ما يخدمش شي حاجه من غير الروتيب. واحد لانستالاسيون خدامها غير بالبي بي ار كيهضر كامل البي بي ار هو اللي مزيان، واحد لانستالاسيون كيخدمها بروتو سنتر الا ما خدمتيش بروتو سنتر راك ماشي انت ماشي معلم راك درباز، وما كانش غنصوم بانه راك كضيع الكليان. وهذه راه غتلاحظوا اي واحد اللي خدام اللي خدمات له خدم مثلا الفيلا ديالو بروتو سنتر راه غيلقى هذا المشكل. بوم ملي كطيح لك اون بان عاوتاني كذلك كتولي كتانيلي كلشي. علاش؟ الاكثريه كلشي خدام بالطابلو ديال الروتيب، اللي كيكون خدام بالطابلو ديال الروتيب يعني كيدير لونطري هكا والروتور هكا، ما كيديرش جوج لي طابلو، كيدير طابلو هكا لونطري بالماء السخون كيفرق لك وخلاص الروتور كيخرج من هنايا كيولي الا مشات كديك هذيك البوم سيركيلاتور صافي ضعتي، كتبقى دائما عندك هذاك السيركوي دائما دايره كيبقى عندك عامري بالماء السخون ويدارك في الخاوي. لهذا اي واحد كما قلت لكم خلونا اللي عنده اي تساؤل خلونا في الكومنتات، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. ودائما كنحاولوا نشاركوا معكم التجربه ديالنا باش حتى الناس اللي عندنا عاد بادية في هذه الحرفه هذه تاخذ واحد الخبره. والناس راه كتغربل، يعني الانسان كيغربل، يعني كيشوف هذه الخدمه ويشوف هذه الخدمه وكيشوف اللي مسلكه. نتمنى تكونوا استفدتوا، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. والسلام عليكم.